لم تندم الجروح الماضي الأليم عند كثير من التونسيين رغم انقضاء قرابة 3 أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهذا ما دفعهم لإقامة معرض صور يلقي الضوء على أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب. وأوضح المصور أوغستان لوغال أن المعرض يضم صورا ل34 شخصية ويبرز جانبا مظلما في تاريخ تونس الحديث. طلبت من الناس أن يحضروا بملابس كلها سوداء داكنة، لأن الغرض من استخدام أسلوب خاص للإضاءة هو التركيز على الوجه ليطل ويبرز من الظلام. الظلمة عندي وعندهم تمثل صفحة سوداء في تجربتهم المؤلمة مع التعذيب والقمع والعنف اليومي. وخلال المعرض سرد بعض الزوار حكايات أصحاب الصور بعينين ملؤها الدموع. وذكرت نجاة القابسي التي كانت تنتمي إلى الاتحاد العام التونسي للطلبة أنها سجنت وعذبت في عهد بن علي. 400 دينار و500 دينار اللي كانوا ياخذوها كل شهر كانت تريح لهم الضمير متاعهم، كانت تعوضهم على إنسانيتهم الضايعة. أنا أقول لهم كلمة أخيرة، هو أنه وقت أنت تعذبني أنا قاعد نكتسب في إنسانيتي، في الوقت اللي أنت قاعد تدمر في إنسانيتك وتخسر فيها. ورغم انقضاء عهد الزعماء السلطويين في تونس، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد استمرار التعذيب بالبلاد حتى الآن ليطال مواطنين بسطاء، وهو ما جعلهم يشعرون بالخوف من المستقبل بالبلاد، آملين أن يأتي يوما يخضع فيه المسؤولون عن جرائم التعذيب للمساءلة. محمد الجبالي، رويترز.